بهدف اكتشاف المواهب تنشط في محافظة طرطوس المدارس الكروية خلال عطلة الصيف للفئات العمرية الصغيرة ذكورا وإناثا، مع وجود نخبة من المدربين واللاعبين المتميزين. حالة إيجابية كتير طبعا، وخاصة بمدينة طرطوس اللي هي اللي فقيرة كتير، إن كانت بالمنشآت الرياضية أو إن كانت باللاعبين أو إن كانت بالمدربين. بس إن شاء الله نحن بننطلق من أنفسنا طبعا كقاعدة، نحن لحتى نوجه رسالة للجميع أنه نحن قادرين بطرطوس يكون عندنا مدربين، قادرين بطرطوس يكون عندنا أجيال، قادرين بطرطوس أنه إن شاء الله بعد سنوات قليلة إن شاء الله يكون في لاعبين يمثلوا طرطوس بشكل كويس، يمثلوا المنتخب السوري بشكل كويس. وإن شاء الله الأيام الجاية مثل ما أنكم شايفين يعني شيء مبشر بالخير الحمد لله، عدد هائل الحمد لله، رغبة هائلة في نوعيات لاعبين جيدين، في مواهب كتير. الأعمار عندنا 4 سنوات ل 17 سنة، عندنا كمان مخصصين مدربين مختصين للإناث، لأنه البلد ومحافظة طرطوس كانت تفتقر لهيك خطوة. يعني نحن الحمد لله استقطبنا هالشيء هذا وما نشتغل عليه مثل ما قلت لك وفق برنامج وشيء مدروس وعلمي. يعني رعاية المواهب الصغيرة والناشئة في لعبة كرة القدم وإتاحة الفرصة أمام الأطفال لتقديم مواهبهم وإمكاناتهم الفنية وتعلم أساسيات وقواعد اللعبة من خلال برامج تدريبية منظمة. بحب لعبة كرة القدم وقت ما كنت صغير وما أسعى أني أكون لاعب مشهور. بحبها كثير لكرة القدم وحس أنه مو هي للصبيان، كمان هي للبنات وللصبيان. جيت لحتى أتمرن وصير لاعب منيح، بدي صير لاعب كرة قدم، وبحب أني يكون عم بتمرن وعم بستفاد من بس إجي لهون. بحب كرة القدم جاي لأتدرب مشان صير قوي. قلة المنشآت الرياضية في طرطوس لم تمنع هؤلاء الصغار من ممارسة هوايتهم وإثبات مواهبهم الكروية ليكونوا رافدا حقيقيا لنوادي المحافظة بشكل خاص وللمنتخبات الوطنية بشكل عام. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.